في جراحة نادرة بالأردن، أجرى أطباء عملية لاستئصال ورم دماغي بينما المريض كان في حالة استيقاظ تام، بل واتصل بعائلته أثناء العملية لرفع معنوياته. والله دكتور محمد ما قصر يعني كل اللي أنا ما قصر. ليش يجب أن يكون المريض في حالة استيقاظ أثناء هذه العملية؟ هو عادة عمليات أورام الدماغ تتم تحت التخدير العام، نعم. لكن عندما يكون الورم ملاصقا لمنطقة حيوية في الدماغ مثل منطقة الحركة أو منطقة النطق كما حدث مع مريضنا، يجب أن نتأكد من سلامة الجزء الذي يتم استئصاله بشكل مستمر أثناء العملية عن طريق إبقاء المريض مستيقظا وحثه على القيام ببعض الأعمال اللي تخص هاي المنطقة. مثلا في حالة مريضنا كان الورم قريب جدا من منطقة النطق، وكان بالتالي يجب إبقاءه مستيقظا حتى يتكلم معنا بشكل مستمر. نعم. نعطيه إرشادات، يتكلم معنا، ممكن يعمل تلاوة بعض الأمور أو العد الأرقام حتى نتأكد من سلامته اللغوية. نعم. قبل استئصال أي جزء من هذا الورم. نعم، هذه العمليات من هذا النوع اللي هو وجود أورام في الدماغ، خلينا نقول هل هو شائع هذا المرض؟ هل هذه الأورام شائعة؟ وهذا الاستئصال هل يجب أن يكون بهذه الطريقة دائما؟ كيف بتكون العملية أصلا؟ العملية اللي هو مجريات العملية كيف بتكون؟ بشكل عام أورام الدماغ يعني تعتبر غير شائعة كبقية الأورام مثل أورام الرئة وأورام الثدي، لكن بحسب تخصصنا نحن نشاهد يعني الكثير من هاي الأورام، زي ما أسلفنا أنه عادة تحت التخدير العام إلا إذا كان الورم قريب جدا من منطقة النطق. هاي الحالة إذا قمنا بالعملية عن طريق التخدير العام قد يستيقظ المريض بعد التخدير وهو فاقد للنطق، يعني نكون قد استأصلنا الورم لكن على حساب الوظيفة اللغوية للمريض، وهذا الأمر غير مرغوب. لذلك لابد من إبقاء المريض مستيقظا حتى أنه نتفاعل معه أثناء العملية، نحثه على الكلام. إذا شفنا أنه في تأثير لوظيفة النطق ممكن أنه نغير الدايركشن لعملية الاستئصال، نروح على مكان مجاور ونكيف أنفسنا ونتفاعل طريقة العملية مع تفاعلنا للمريض. والله دكتور محمد ما قصر.